في ريف درعا تحولت الكثير من المستشفيات الميدانية من تقديم الإسعافات الأولية البسيطة إلى القيام بعمليات جراحية تخصصية، إلا أن ضعف الإمكانيات واستمرار القصف واستهداف المستشفيات والمراكز الطبية يعيق عمل بعضها، وفي معظم الأحيان يتسبب القصف الكثيف بإخراج بعض المستشفيات عن الخدمة. تمام، بالنسبة للخدمات اللي بتقدمها المشافي، في البداية كانت تسمى مشافي ميدانية، حاليا التسمية ما زالت تطلق عليها كمشافي ميدانية. مشفى الميدان يعرف أنه يقدم الخدمات الإسعافية، والحد الأدنى للخدمة الإسعافية كمشفى ميداني حاليا لا يمكن إطلاق عليها أسامي مشافي ميدانية، بل يمكن إطلاق مراكز تخصصية. تطورت الخدمات الطبية الموجودة في الجنوب السوري إلى بعضها أصبح مراكز تخصصية في توليد نسائية، بعضها أصبح طور نفسه في مجال جراحة معينة مثل جراحة الأوعية، جراحة العظمية، بعضها أصبح يقدم خدمات باردة في مجال التنظير، جراحة بولية تنظيرية. تطور الخدمات لم يأتي بين وريد اللحظة ولا وريد الساعة، من هو عبارة عن تراكم خبرات طبية، تراكم جهود كوادر طبية عاملة في الجنوب، تضافر أحياناً بين أبناء البلد المغتربين، إضافة إلى دعم بعض المنظمات الطبية للمنظمات للعاملين في الجنوب السوري بالمجال الطبي. حالياً بإمكان القول تقريباً يعني أغلب الاختصاصات نوعاً ما متوفرة بالحد الأدنى للخدمات في أغلب المجالات، ينقص بكافة المجالات ينقص الاستقصاءات، المزيد من الاستقصاءات. يمكن إجراء عملية قيصرية، لكن إذا كان تطورت أي اختبار تحتاج إلى عناية مشددة، لا يوجد قسم عناية مشددة متخصص، ممكن أن نقدم الخدمات الأساسية لكن لا يوجد قسم عناية متخصص. كذلك الأمر في مجال إجراءات العناية القلبية، لا يوجد مراكز استقصاءات أكثر، قسطرة قلبية علاجية أو تشخيصية، هي الاختصاصات دوبها كانت تعجز عنها، فما بالك بمجرد جهود شخصية فردية عاملين لكوادر طبية عاملة في الجنوب السوري. هي بالنسبة للخدمات حاليا ممكن أن نقول أنه تقريبا معظم الاختصاصات الحد الأدنى من كل اختصاص متوفر في مجال رعاية الحامل، في مجال التوليد، في مجال الجراحات العامة، الجراحة العظمية، مجال العينية، بعض الأمور الأساسيات كلهم في الحد الأدنى، لكن مقارنة مع السنوات السابقة يتطور كبير في خدمات في المجال الطبي. سابقا كان المريض يحتاج لتحويل لإجراء بسيط، ممكن أحيانا زائدة، خيار زائدة دودية، ممكن أحيانا يحتاج الطفل يتحول لفتق إيروبي لغلاف أمعاء، هي عملية جراحية إسعافية، كان الطفل يحول إلى في البداية لمشافي خارج المناطق المحررة، وكلنا ندري المشاكل التي يترتب عليها الذهاب إلى مناطق النظام. حاليا الكادر الطبي طور نفسه بنفسه، خبرة إضافة إلى توفر إمكانيات، أصبح يمكن إجراء كافة الأمور الأساسية التي تعتبر هي المتداولة يوميا ضمن المناطق ضمن المشافي في المناطق. الاستقصاءات الإضافية الأساسية هي النقص الموجود بأي مجال بتخصص طبي. المشكلة الثانية اللي هي استمرار الدعم، يعني بإمكاننا حاليا أن نقيم مشروع عناية مشددة في أي مكان بالمنطقة الغربية في القنيطرة، يقام المشروع 3 شهور أو 6 شهور، بعد 6 شهور يوقف الدعم. أي استمرارية الدعم هي تعتبر يعني من المشاكل الكبرى التي تواجه تنفيذ أي مشروع. تأتي بكادر، تتدرب الكادر، الخدمات تقدم بشكل جيد، لكن الاستمرارية هي الاستمرارية بالدعم هي التي تحجب الخدمة. فجأة تتلاشى الخدمة، تكون في أوج الخدمة مجرد انتهاء المشروع يتلاشى المشروع كاملا. يعتبر الدعم المادي يعني
هو استمرار الدعم، والدعم المادي من المشاكل الأساسية. أحيانا بعض الكوادر، النقص في الكوادر، يعني مثلا إذا كان هناك خدمة جراحة تنظيرية أو جراحة تنظيرية في مجال الجراحة البولية، يوجد طبيب واحد في المنطقة يغطي يوم واحد، هي المفروض تكون على مدار الأسبوع مثلا أو يومين أو ثلاثة أيام، بسبب نقص الكوادر يغطي في أكثر مكان، الطبيب يضطر لتقديم الخدمات في أكثر من مكان بسبب النقص الكوادر، تغطيته أكثر مكان هو من باب تسهيل الخدمة، تسهيل وصول المرضى للخدمة. هاي الشيء بيؤدي لبعض خلينا نقول يعني الأزمة على الخدمات الطبية، مثلا استئصال الوزاج إذا كان المريض يحتاج إلى دور أحيانا ثلاث شهور، طبيب مثلا يأخذ يوم واحد في عملية جراحية استئصال الوزاج، هي تعتبر مشكلة نقص الكوادر. المشاكل الإضافية الأخرى ممكن الأمن، هاي انهدام الأمن يعتبر يعني معضلة فينا نقول تكيفنا معها رغم عنه، ليس هو عبارة عن تكيف لكن رغم عنه شيء واقع لازم نعيش فيه. الأمن أغلب المراكز الطبية هي عبارة عن هدف ثابت وسهل لقصف الطائرات الروسية وطائرات النظام متى ما شاء أن يضغط على المدنيين، يضغط على الثوار، أول هدف له ثابت وسهل هو خلق المشافي الطبية. نعلم ما جرى في حلب أو ما يجري الآن في الغوطة الشرقية في حماة، أول ما يستهدف الخدمات الأساسية للمدنيين وهي عبارة عن الخدمات الصحية الطبية في المنطقة. الأمن يعتبر يعني من التي يعيق تطوير العمل، إذا كان بدك تفتح قسم جديد، تفتح مكان جديد، أنت مرهون في مكان يجب أن يكون آمن، يجب أن يكون متوفر شروط الحماية الأساسية فيه. هي بعيق كثير للتقدم والتطور بالنسبة للعالم.